مساء الخير. تم خض الجبل فولد فأرا، هذه المقولة تنطبق على مجلس النواب اللي قرر عقد جلسة خاصة بمناقشة الانتهاكات التركية بعد يوم من فاجعة دهوك. وقلنا ما يخالف، المهم اتخذوا خطوة أولى. بعدها طلع موعد الجلسة بعد 3 أيام من الاعتداء التركي، وهم قلنا ما يخالف، المهم تخرج بقرارات رادعة. تالي انعقدت الجلسة اليوم وانتهت بدون أي قرار سوى تشكيل لجنة تحقيقية برلمانية، وعاشة وعيشة سعيدة. يمكن البعض يقول لي هو البرلمان شنو بإيده؟ الشغل يم الحكومة. وهنا أسأل، البرلمان مو اتخذ قرار إخراج القوات الأجنبية؟ مو شرع قانون حظر التطبيع؟ ما يقدر يشرع قانون يفرض على الحكومة قطع العلاقات أو التجارية دبلوماسية غيرها من الإجراءات بحق تركيا؟ خاصة وأنه الحديث اللي دار داخل الجلسة خطير جدا. مثلا وزير الخارجية أبلغ البرلمان بتسجيل أكثر من 22,700 انتهاك تركي منذ عام 2018، تقديم 296 مذكرة احتجاج على التدخلات التركية. يعني خلال 3 سنوات تقريبا تركيا نفذت هذا العدد الكارثي من الهجمات. شنو منتظرين؟ تحتل محافظة مثلا؟ لو أحباب أنقرة ما يقبلون نمرر أي موقف برلماني قوي. ثاني شيء، ما راح نخلص من ملف البككة اللي جايبت لنا البلاوي؟ لو الجماعة هم مستفادين من عندهم. تعتقدون تركيا ممكن تردعها بيانات الاستنكار والشجب والتنديد؟ خلوني أذكركم بجرأة تركيا في التعامل مع العراق. عام 2016 طالب رئيس الوزراء في وقتها السيد حيدر العبادي تركيا بسحب قواتها من بعشيقة، وأعرض عليكم رد الرئيس التركي. يلا شباب. هو يوجه الشتائم إلى شخصي، أصلا أنت لست من مستواي ولا من قيمتي ولست من يمكن أن أوجه له حديثي. صراخك في العراق لا يهمنا، نحن نفعل ما هو صحيح بالنسبة لنا. من هذا؟ إنه رئيس وزراء العراق. يا هذا قبل كل شيء يعرف حدودك. في فترة رئاسة السيد أحمد داود أغلو جاءوا وطلبوا منا حماية معسكر بعشيقة، وكل هذا مصور وقد بث في الهواء حينها وسيتم بث ذلك قريبا. والآن يقولون لنا انسحبوا من بعشيقة. القوات المسلحة التركية لم ينحدر مستواها لدرجة أن تتلقى أوامر منكم. تصريح الرئيس التركي هذا كان موجه إلى شخصية تمثل الدولة العراقية، ومع ذلك ما صار شيء. اكتفينا بالقول إننا لا نريد حربا مع تركيا. والغريب الموضوع، رؤساء الوزراء اللاحقين كانوا يحاولون التقرب من تركيا رغم اعتداءاتها، بس هذا شيء جيد رغم التمسك بموقفها. خلوني أذكركم بحديث أردوغان خلال مؤتمر صحفي مع السيد الكاظمي. يلا شباب. لنا إلى جانب العراق في مواجهة التنظيمات الإرهابية مثل داعش وتنظيم PKK وباقي التنظيمات الإرهابية، وهنا أيضا لدينا وحدة نظر مشتركة في مواجهة هذه التنظيمات الإرهابية، ونقول بأن لا يوجد مكان للتنظيمات الإرهابية في هذه المنطقة. نحن نثمن جهود العراق في مواجهة التنظيمات هذه، ونقول بأننا ندعم هذه الجهود الرامية للقضاء على الإرهاب، ونؤكد بأن الكفاح الذي يقومون به سيكون مدعوما من تركيا لكي نجتث هذه التنظيمات الإرهابية من جذورها. ما تشوفون هذا الحديث تأكيد وإصرار على استمرار التحركات العسكرية التركية في الأراضي العراقية؟ وللعلم هذا المؤتمر عام 2020، يعني في قمة التوغل التركي، مع ذلك ما حد قال لهم كلمة. كل السوينات عشينا وسمعنا يم عيون السود ما جوزا أنا، ورجعنا فرحانين بـ5 مليار دولار اللي وعدتنا بها تركيا لإعمار المدن المحررة. والسؤال، استلمناها لو كانت أبرة مخدر؟ تعتقدون السيادة والدم العراقي تعوضهن فلوس؟ وهذا حديثنا لجميع الجهات اللي صدرت بيانات باليومين الماضية وطالبوا تركيا بتعويض ذوي الضحايا مجزرة دهوك وتحمل التكاليف الطبية للمصابين. سنقولوا هذا طلب؟ بالمناسبة، اللي برر لتركيا ويتحدث عن وجود اتفاقية تسمح لها بالتوغل بالعراق، أعرض لكم تصريح وزير الخارجية لبرنامج نفس عميق اللي تحدث عن محضر جلسة قديم وصلاحيته لعام واحد. شباب انطوني الفيديو. بالمناسبة، التدخلات التركية بدأت في زمن النظام السابق. هناك محضر جلسة موقع بين وزير خارجية العراقي آنذاك طارق عزيز
ووزير خارجية تركيا آنذاك في سنة 1984. نعود إلى 84. في هذا المحضر يذكر أنه الحكومة العراقية تقبل التدخل التركي بعمق العراق، طبعا بعمق كردستان العراق كان لخمس كيلومترات، خمسة محددة زين، وعلى أن تبلغ الحكومة التركية الجانب العراقي بالعملية العسكرية قبل الدخول. قبل الدخول. قبل ما أروح للحوار نتطرق أيضا للملف السياسي بشكل سريع. الأيام هواي سمعنا عن مهلة 24 ساعة، مهلة 48 ساعة، مهلة 72 ساعة، وكلها انتهت بدون الإعلان عن مرشح الإطار لرئاسة الوزراء. والظاهر الأجواء مربكة، خاصة وأنه ملف التسريبات الصوتية للسيد المالكي ما زال فاعل. يوم أمس كان هناك بيان للسيد صالح محمد العراقي تحت عنوان توضيح الواضحات، انتقد بها اللي يعتبر التسريبات مفبركة، وركز على أنه السيد المالكي غير مؤهل لقيادة البلد. اليوم صدر بيان لمجلس شورى حزب الدعوة كان بمثابة الرد. البيان جدد التأكيد على وجود من يحاول إثارة الفتنة، وذكر أن الهدف من وراء التسجيلات المفبركة هو الانشغال بمعارك جانبية، ويبدو أن هناك أجهزة مخابرات ودولا تريد أن يدفع العراق ضريبة تشريع قانون تجريم التطبيع. هناك ملاحظة، الكل يعرف أنه هذا القانون شرعته الكتلة الصدرية. عموما البيان ورغم نبرته بالتهدئة، لكن تضمن رسائل أو بسامير للسيد الصدر أو لوزير القائد، خاصة أنه النقطة رقم 9 واللي تذكر يدعم مجلس الشورى جهود الأخ الأمين العام في تشكيل حكومة قوية مقتدرة. وإذا نرجع لبيان صالح محمد العراقي نلقى يرفض أن يتولى السيد المالكي تشكيل الحكومة، وظهر راح نبقى بأجواء البسامير اللي تجينا إلى أن تجينا أزمة أكبر من كارثة دهوك حتى تنسينا التسريبات الصوتية.